12 راجل في الملعب أهلاوي، 90 دقيقة على المكسب أهلاوي، تلعب لنادي الوطنية أهلاوي، الفوز ده ليك حاجة عادية أهلاوي. عزيزي المشجع الأهلاوي، من الممكن أن يخجلك أي شيء في الحياة إلا موسيماني في مباراة كبيرة. موسيماني النهاردة بيأدي واحدة من أفضل مبارياته التكتيكية عشان يفوز على الترجي في رادس ويضع قدما في المباراة النهائية. هي عندنا كلام فني كتير هنقوله، إزاي موسيماني حزم اللقاء من الشوط الأول، وإزاي ظهر بالأداء ده، وإزاي عرف يخطف الجون ده. هي الأداء النهاردة للأهلي كان في غاية الروعة، كانوا فعلا 11 راجل في الملعب، مفيش لاعب بخل بعرق يقدر يعمله، مفيش لاعب أثر في كورة حتى. شفنا أكرم توفيق اللي ما كانش بيلعب مكانه، عندنا كلام كتير فني هنقوله ومش فني كمان على اللي حصل قبل اللقاء. لو ما عملت سبسكرايب اعمل ودوس لايك للفيديو، ما تنساش اكونت الانستجرام وانت ماشي. يلا بينا. خلينا نبدأ مع ال 11 راجل اللي بدأ بيهم موسيماني اللقاء. كان الشناوي الأسد في حراسة المرمى، قدامه اثنين قلبين دفاع، أيمن أشرف وبدر بنون، على اليمين أكرم توفيق، وعلى الشمال الراجع بأداء وقيادة الأهلي علي معلول، قدامه ثلاثة في خط النص، حمدي فتحي في قلب الملعب، على اليمين ديانج، وعلى الشمال السولية، قدام ثلاثة مفرودين على شكل مثلث، على اليمين طاهر، وعلى الشمال كان صلاح محسن، وقدام شريف البخيف. الأهلي بدأ لقاء الشوط الأول بسيطرة واستحواذ، وكان هو اللي ليه الغلبة وليه كلمة على الترجي، رغم اللي حصل قبل اللقاء، وكلنا كنا معتقدين إن الأهلي هينزل مربوك وخايف نتيجة اللي حصل بين الجماهير والشرطة، ولكن على عكس المتوقع نزل الأهلي واقف على رجله بيلعب بمزاجه. وخد حط تحت كلمة مزاجه دي مليون خط، إنه في بعض الأحيان بيسيب الكرة للترجي يلعب بيها وبيلعب الدفاع كومباكت كله حتة واحدة. هنلاقي في بعض الأحيان كان حمدي فتحي بينزل تالت كخط دفاع بين قلبين الدفاع بدر بنون وأيمن أشرف عشان يغطي الفجوة اللي اتكلمنا عليها امبارح حتى مع ياسر إبراهيم، اللي كانت بتبقى دايما موجودة بين قلبين الدفاع. حمدي فتحي عمل لقاء في منتهى الروعة النهاردة، والحقيقة الفريق كله كان في منتهى الروعة. على المستوى الفني هنلاقي ان المدير الفني بتاع الترجي فهم فكره ان معلول طالما موجود هو اللي بيقود الهجمه وبيقود الاهلي هجوميا، عشان كده رماله المهاجم اللي لعب على حساب انيس البدري ناحيته عشان يفضل معطله، وبالفعل ده اللي حصل. شفنا ان معلول ما كانش ليه زياده خطيره قوي في الشوط الاول على عكس اللي هنتكلم عليه في الشوط الثاني، ولكن خلينا نقول ان موسيماني قدر كمان يحرز هدف عن طريق محمد شريف، فرقت خطوه واحده بس وكان الهدف يتحسب، ولكن اتحسب في النهايه اوفسايد، وكان الاهلي اللي ليه الغلبة. ثلاث فرص كان ممكن الأهلي يخطف منهم واحدة، وصاد فرصة واحدة بس اللي أنقذها الشناوي ببراعة شديدة يستحق عليها الحقيقة التحية والثناء، ولكن الأهلي أدى شوط أول في منتهى الروعة. من الحاجات كمان المضيئة في الشوط الأول، ومش الشوط الأول بس لكن اللقاء كله، هو أكرم توفيق. أكرم توفيق اللي أساس مكانه أصلا ديفندر، ولكن وجوده مع الجونة خلق له فرصة ومكان جديد خالص، وهو فكرة الباك اليمين. النهاردة أكرم توفيق كان بيلعب قصاد واحد من أعتى الجناحات اللي موجودة في أفريقيا، وهو حمدو الهوني. الحقيقة أدى أداء في منتهى الروعة. حمدو الهوني تقريبا ما عداش منه غير في كرة واحدة بس قتال، الكرة كانت بتتقطع منه بيرجع يجيبها تاني، وبعقل قوي على عكس اللي دايما متعودين منه من الاندفاع من أكرم توفيق. شفناه في كرة كان بيخل ولا حمدو الهوني في منطقة الجزاء، أنا بصراحة خفت قلت ممكن يشنكله نلبس ضرب الجزاء ولا حاجة، ولكن أكرم توفيق هي بالنسبة لي مان اوف ذا ماتش النهاردة. الشوط الأول بالذات حد من خطورة حمدو الهوني بطريقة كبيرة جدا. الشوط الثاني وكل الناس توقعت ان الترجي خلاص هيبدأ الوقت هيدهمه وهيبدأ يفتح خطوطه وهيهاجم، وبالفعل ده اللي حصل، وبدأ موسيماني ينفذ الجزء الثاني من خطته، وهو اللعب على المرتدات وسحب اللعيبة كلها لورا باستثناء اثنين لعيبة. هنلاقي ان الاهلي في لحد الدقيقة تقريبا 65 او الدقيقة 60 قبل نزول قفشة كان دايما سايب الكرة للترجي. من بعد نزول قفشة الحقيقة الوضع اتغير، وده عرفك قيمة وجود قفشة في الملعب اللي انت ممكن كواحد قاعد مشاهد ما تحسهاش بتحركات قفشة في الملعب. قفشة من ساعة ما نزل اتقلبت نسبة الاستحواذ للاهلي، واحرز الاهلي كمان الهدف اللي احرزه. الحقيقة وجود قفشة في الملعب
اصبح شيء لا غنى عنه للاهلي سواء في حالته او مش في حالته، سواء راجع من اصابه او جاهز بدنيا. وجود قفشه في الملعب بيدي نسبه الاستحواذ للاهلي في اي حته بره جوه. وجود قفشه بالنسبه للاهلي بقى شيء مصيري في خطه موسيماني بالذات. فضل الشوط الثاني ماشي سجال كده ما بين هنا بيحاول وهنا بيحاول، والترجي في للامانه في اول الشوط الثاني عمل كورتين كده شالهم الشناوي. ولكن نتكلم بقى من ساعه نزول قفشه زي ما قلت لكم، والسيطره على اللعب والكره الجميله اللي عملها ديانج لمحمد شريف، اللي انا هعتبر شريف كان بيلعبها وان تو مع العارضه، مش انه كان هيضيعها، عشان شريف برده حبيبنا وليه كتير عندنا. احرز شريف هدف ويحسب له للأمانة انه كمل على الكوره، مش زي اللعيبه اللي بتروح تجري وتوطي تعيط على الكوره اللي ضاعت، ولكن شريف كمل على الكوره واحرز الهدف. وانا كنت قاعد متوقع ان الاهلي هيعاني ال 25 دقيقه اللي باقيه من ضغط رهيب، ولكن على عكس المتوقع الاهلي ادى 25 دقيقه بعد الهدف من احلى 25 دقيقه اداهم مع موسيماني. سيطره، فرص، استحواذ، مفيش اجمل من كده. موسيماني بدا يعمل التبديلات بقى على مزاجه. اكرم توفيق اللي كان واضح انه بيعاني من اصابه نتيجه المجهود اللي عمله في اخر 10 دقائق كمان خرجه ونزل رامي ربيعه. لقينا ان شريف خلاص ادى اللي عليه وشكرا، امسحبه ونزل ويلتر بوليا. لقينا ان كمان طاهر يمكن كان اقل لعيب النهارده ولكن برده كان راجل وادى، قام خرجه ومنزل حسين الشحات عشان يبدا يحافظ على نفس الريتم. كان اي لاعب اداؤه بيقل بدنيا يقوم سحبه ومنزل لاعب غيره في نفس مكان. اداره جيده جدا لموسيماني النهارده في اللقاء تحسب له الحقيقه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، ممكن اي حاجه تغزلك، يعني ممكن موسيماني اللي قدامك ده يخسر من سموحه عادي، بس يعمل لقاء دفاعي قصاد بايرن ميونخ يدرس. ممكن يخسر تليب، يخسر او بيتعادل مع المصري والاتحاد، بس يكسب الترجي في رادس عادي جدا. موسيماني استاذ المباريات الكبيره، وده على فكره كان كده حتى مع سان داونز. ممكن يخسر مباريات صغيره في الدوري ولكن تلاقيه بيفوز على فريق كبير جدا في دوري الابطال. الحقيقه من الحاجات اللي كانت مصيريه النهارده في اللقاء واللي غيرت شكل اللقاء وسهلت مهمه الاهلي نسبيا وفتحت المسافه المعلول زي ما شفنا انطلاقاته في الشوط الثاني، هو التغيير اللي عمله معين الشعباني اللي سحب ويليام توجوي ونزل انيس البدري. الحقيقه من امبارح كل الناس متوقعه انه هيبدا بانيس البدري، وان كان معين الشعباني في اول اللقاء فكر صح ان وجود ويليام توجوي ناحيه معلول هيحجم من معلول هجوميا، وده اللي حصل. ولكن ما تفهمش ايه اللي حصل له، وتقريبا حس ان الوقت بيدهمه وان فكره وجود لاعب عشان يمسك واحد تاني، اما خرج عبد الباسط ومدخل توجوي مهاجم صريح، وبقى معلول المفروض اللي بيلعب من ناحيته انيس البدري. وطبعا انيس البدري مش بنفس قوه توجوي، عشان كده معلول خد حريته وبدا ياخد الملعب رايح جاي زي ما شفنا في اخر نص ساعه. في النهايه الاهلي كسب، وفي النهايه الاهلي بيحط رجل واحده بس في النهائي، ولسه الرجل الثانيه في مباراه العوده اللي هتكون شرسه جدا، لان الترجي جاي لك ما بيبكيش على اي حاجه، لا عنده هدف هيحافظ عليه، ولا مثلا انت متعادل معاه 0-0 فهيحاول هنا يوصل معاك لضربات الجزاء. الترجي جاي هنا يا قاتل يا مقتول. فما تستغربش لو لقيت موسيماني برده هنا بيلعب بالثلاثه في نص الملعب وبيحاول يامن وبيلعب قصاد الترجي على المرتدات. الطريقه دي الوحيده اللي ممكن تجيب بيها اجوان في الترجي وهو مندفع، خاصة زي ما اتكلمنا وشفنا النهارده دفاع الترجي هو أسوأ وأضعف خطوطه. الأهلي ضيع كور كتير جدا كان ممكن يخرج بفوز مرتاح من هناك 2-3. دي كانت حلقة النهارده في تحليل سريع للي عمله موسيماني قصاد الترجي ومعين الشعباني، وانتظروا مباراة عودة قوية جدا زي ما قلت لكم. لما عملتوش سبسكرايب اعملوا، واستنوا فيديوهات كمان تحليل لمباريات اليورو. النهارده ألمانيا كسبت البرتغال 4-2 في مباراة كانت قوية جدا، والحقيقة كان من حظنا المباراة الاهلي اتأجلت ساعة، لحقنا الشوط الأول. لو ما عملت سبسكرايب للقناة اعمل، وما تنساش اكونت الانستجرام